مدير مرافق نفسي وتربوي من خلال هذا النشاط اللي تشرف بالتأطير ديالو ولتنظيم جمعية الآباء والأمهات والأولياء لمدرسة الشريف الإدريسي بجماعة القليعة عملية زكنيت ملول. من خلاله حاولنا نتقاسم مجموعة من الأفكار وأيضا مجموعة من التطبيقات اللي كتهم مجال التركيز وأيضا اللي كتهم مجال الذاكرة والتذكر وأيضا مهارات التفكير باستخدام تقنيات وأساليب البرنامج الأصفر اللي باللغة الإنجليزية دو يلو بروغرام. ومن خلال الحضور نوعية التنظيم المحكم تمكنا باش نتقاسموا الأمر مع مستويات الإجهادية ديال المؤسسة أو مدرسة الشريف الإدريسي الابتدائية العمومية. وهذا شيء رائع أنه يكون واحد النوع تاع التنظيم محكم بهذا المستوى من طرف يعني الفاعلين الجمعويين خصوصا جمعيات الآباء والأمهات والأولياء باش أنهم يتيحوا بحال هذه البرامج اللي هي ما كتكونش في الغالب متاحة لعموم التلاميذ خصوصا اللي كيكونوا في القطاع العام. وحنا أيضا نأمل على أن هذا الشيء يتعمم ويصبح متاح للجميع باش يتعلموا مهارات اللي من بينها مهارات خاصة بتسريع التعلم ولا اللي كتهم الجانب النفسي والسلوكي والتربوي وأيضا في العلاقات الاجتماعية والمهارات الحياتية. السلام عليكم، أنا سميتني هبة أنفلوس، المستوى الدراسي ساس ابتدائي. حسيت فاش نعستك دوا شوية حسيت بلي أنني استطعت واحد الراحة وبديت كان نرجع القدرات ديالي وليت بحالي يلا تبولت من جديد وحسيت بالراحة في الذات ديالي. الاسم تاعي فردوس أكيزول، استفدت بزاف من هذا النشاط من حيث الأستاذ محمد الفقير عطانا معلومات كثيرة ونمى لنا الثقة في النفس وحيد لنا التوتر على حساب الموحد تاع السادس، وكنشكره بزاف على هاد النصائح اللي عطانا بزاف وشكرا ليه. وكنشكر حتى جمعية الآباء والأطر حيت هما اللي ساعدونا كل ما كانوش كما يكون هذا النشاط، وشكرا بزاف. اسمي بوزما قريبي، تلميذ من المستوى السادس ابتدائي بمدرسة الشريف الإدريسي القليعة. اليوم أتينا لمسبح القليعة على حسب واحد النشاط تكويني لتلامذة المستوى السادس باش يشوفوا المهم كيفاش يتعاملوا مع امتحان الموحد. الاسم تاعي فاطمة زهراء بن نعيم من مدرسة الشريف الإدريسي جامعة القليعة. استفدت من هذا التكوين أنني نركز في الامتحان الموحد وأنني نقي عقلي من الهموم وأنني نشعر بالراحة والاسترخاء.